الأغطية مثل ما كانوا. يلا بسرعة، يلا خلصونا يا بنات، شبكون استعجلوا شوي. يا علينا. سلطانة، شو عم بيصير هون يا سنبل آغا؟ سلطانة، أنا أمرتهم يفتشوا لجناحك ويدوروا بكل ركن فيه. قلت لحالي إلا ما يلاقوا شي محطوط هون أو هون، بس هن ما لاقوا شي بنوب. شو يا بنات؟ معقول لساتكم ما خلصتوا لهلأ؟ يلا لشوف، خلصونا بقى. سلطانة، أنا غيرت الفرشات والأغطية كلهم، ما بتعرفي شو ممكن يكون في بقلبهم؟ سنبول، هالشي ما له وجود، ما في لا سحر ولا شي. سلطانة لا تقولي هالكلام، نحن لازم ناخذ احتياطاتنا. طيب خليهم يطلعوا إذا خلصوا، لأني تعبانة شوي وبدي ارتاح. يلا طلعون. حاضر، مثل ما بتأمري يا سلطانة. يلا يا بنات طلعوا لي لبرا، السلطانة تعبانة وبدها ترتاح. يلا سلطانة. هويام، شو صاير معك؟ قولي انت ليش عم تصرخي؟ انتو بدكن تسحروني لتموتوني. انتو ناويين تتخلصوا مني؟ ماني خايفة، أنا ماني خايفة منكم ولا من سحركم الأسود، مفهوم؟ سلطانة هويام، بعدي هيك. اهدي شوي يا سلطانة، سنبل خلينا ناخذها على جناحها. تعالي سلطانة، تعالي. يلا. لا تخافي. يلا يا سلطانة. هدي حالي. أنت لازم ترتاحي. ما رح اسمح لهم يعملوا هالشي، ما رح يخليوني يدبروني، ما رح يقدروا.
جهزوا لنا حليفات للسلطانة. يلا روحي جيبي. عفيفة خانم، قولي لي مين هديك المرأة اللي شفتها هلا بغرفة خديجة؟ بظن جلالتك عم تحكي عن صالحة خانم، يلي بعرفه انها جارية بتخدم السلطانة خديجة، وهي جابتها من مانيسة لهون.